بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير، ناشطين ماشطين، كل شيء مزيان. الدرس ديالنا اليوم خفيف وظريف، هو ديال لي فيرب ترانزيتيف اي انترانزيتيف. اي درس، اي حاجة لقيتيها في الفرنسية اقراها، ما تقولش راه عندنا ما عندناش في الدروس ديالنا ديال هذا العام ولا. تنقولوا ان فيرب ترانزيتيف تيكون ترانزيتيف إلا كان كيقبل أن كومبليمون دوبجي، تيقبلو يعني كيحتاجو باش يعطي باش يعطي المعنى للجملة. مازال ما فهمتيش؟ واخا أنا غادي نشرح لك غير بشوية. أن فيرب باش يكون ترانزيتيف، مثلا كتلقى جملة مثلا فيها سوجي فيها فيرب وفيها كومبليمون دوبجي، مزيان. مثلا نعطيو هذا المثال هذا، ليليف إم لي فاكونس. ليليف هو السوجي، لو فيرب شكون هو؟ هو ايمي. كومبليمون دوبجي دوبجي هو لي فاكونس. ليليف ام كوا؟ ام لي فاكونس. واش ممكن نقولوا ليليف ام ونسكتو؟ ما يمكنش. دونك هذا الفيرب ايمي ما كيعطيش المعنى الا سكتنا عليه، ما كيعطيش معنى للجمله. خصنا نقول ليه شي حاجه، ليليف ام شي حاجه، ليليف ام. دونك هذا ام هذا سي ان فيرب ترانزيتيف. ها هو، اذا كومبليمون دوبجي ديريكت كاين معاه. دابا بقى لينا نعرف واش ترانزيتيف ديريكت ولا انديريكت. دابا غادي نرجعو للور. قلنا لو فيرب ترانزيتيف خص يكون باش يعطي المعنى الجملة، خص يكون معاه كومبليمون دوبجي. باش يكون لو فيرب ترانزيتيف ديريكت كيبغي هو كومبليمون، داك النوع اللي كيبغي ديال كومبليمون، كومبليمون دوبجي ديريكت. مثلا لو ليون اتراب لا غازيل. لو ليون اتراب كوا؟ اتراب لا غازيل. دونك هو كومبليمون دوبجي ديريكت. واش ممكن نقولو لو ليون اتراب ونسكتو لو ليون شد؟ اشنو شد؟ ما نعرف. اذا لو فيرب اتراب كيحتاج الكماله، دونك هو ان فيرب ترانزيتيف ديريكت لانه كيقبل كيحتاج الكومبليمون دوبجي ديريكت. دابا بالنسبه لو فيرب باش يكون ترانزيتيف انديريكت، بالمقابل بحال لك الاول، هو غير الفرق انه بالنسبه لي هو كيحتاج كومبليمون دوبجي انديريكت باش يكمل المعنى ديال الجمله. مثلا جاي assister à un match. دابا حضرت للقاء لمباراة في كرة القدم مثلا. à un match. j'ai assisté à quoi? à un match. complément d'objet indirect. ما يمكنش نقول j'ai assisté، حضرت ونسكت. assisté لشي حاجة. à un match. donc le verbe assister c'est un verbe transitif indirect. إذا مسألة واضحة. مسألة باينة. دابا شكون اللي كيحدد واش ترانزيتيف ديريكت ولا انديريكت؟ هو النوعيه ديال كومبليمون. كومبليمون دوبجي ديريكت ترانزيتيف ديريكت، كومبليمون دوبجي انديريكت ترانزيتيف انديريكت. فوالا. دابا الجزء الثاني ديال لي فيرب ان ترانزيتيف، هادو ساهلين ماهلين، ما كيحتاجوهم حتى شي حاجه، كي ساهل غير كيكون لو فيرب، يعني كيكون السوجي بلس لو فيرب، صافي ساهل المعنى ديال الجمله. هاد لو فيرب ان ترانزيتيف ما كيحتاجش هو كاع لاي كومبليمون، كومبليمون دوبجي، لا ديريكت لا انديريكت. ان فيرب ان ترانزيتيف كونت يل نادمي با دو كومبليمون دوبجي، ني ديريكت ني انديريكت، ما تحتاج حتى شي واحد. مثلا لو شيان جاب، الكلب ينبح. واش المعنى ديال الجمله؟ كمل كمل. دونك لو فيرب جاب جابي سان فيرب ان ترانزيتوار. لي بوميي فلوريس، الاشجار التفاح ازهرت. كمل المعنى ديال الجمله. لا دونك فلوريسي راه سان فيرب ان ترانزيتيف. هادشي سهل، انا غادي نتفاهم. واش تفاهمنا بعدا ولا مازال؟ تفاهمنا. انا غادي نعاود كير وحده وحده في واحد المقارنه هنايا بسيطه. دابا لي فيرب ترانزيتيف هنا، لي فيرب ترانزيتيف على اليمن، مزيان. لي فيرب ترانزيتيف شنو قلنا عليهم؟ كيحتاجوا الكومبليمون دوبجي ديريكت، دوبجي. ان ترانزيتيف ما كيحتاجوش، كيعطيو المعنى بلا بيه. بحال مثلا جو ناج، المعنى كمل. اسبحوا، مازال ما كتسناش مني نقول لك شي حاجه من ورا جو ناج، كمل المعنى ديال الجمله. نرجعوا لليسر، جو لي ان ليفر مثلا، ولا جو بارل افيك فو. كنلاحظوا بلي لو فيرب مازال شي حاجه من وراه. في الاولى جو لي ان ليفر، جو لي كوا ان ليفر، سي ان كومبليمون دوبجي ديريكت. بما انه ديريكت فإن لو فيرب فيرب ترانزيتيف ديريكت. جو بارل افيك فو، جو بارل افيك كي، افيك فو، دونك سي ان كومبليمون دوبجي انديريكت. وبالتالي فإن لو فيرب بارلي
C'est un verbe transitif indirect. Très bien. Maintenant, je vous remercie de j'aime la vidéo. لانه باش كينتشر وديروا تشتركوا في القناه تبارطاجيوها مع اصحابكم في الواتساب باش يستفيد الجميع. وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.